رتب الله على التقوى كل خير في الدنيا والآخرة. فقال سبحانه: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فماذا بقي؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعم الدنيا والآخرة، فهي وسيلة للخروج من المضايق في هذه الدار وفي الدار الأخرى. ونعظم المضايق ما يكون يوم القيامة، يوم الأهوال، يوم الحساب والجزاء. فمن اتقى الله أنجاه الله يوم القيامة من أهوال ذلك اليوم، وجعله من أهل السعادة الفائزين بدار الكرامة. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فبين جل وعلا أن التقوى وسيلة لتيسير الأمور والخروج من المضايق في الدنيا والآخرة، مع الرزق من حيث لا يحتسب، رزق في الدنيا ورزق في الآخرة. وأعظم الرزق في الآخرة الفوز بالجنة والنجاة من النار. وقال سبحانه: من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فإذا فاز المتقي بالخروج من المضايق والرزق بحيث لا يحتسب وتيسير الأمور وتكفير السيئات وإعظام الأجر، فماذا بقي؟ قال: حصل له كل خير. ومن إعظام الأجر دخول الجنة والنجاة من النار.